يمكن كمان زي ما تابعنا في الساعات اللي فاتت كلنا عايزين نطمن على حالة طبعا نجمنا احمد رفعت لاعب نادي فيوتشر وتجاوزه طبعا لمرحلة الخطر وعودة الوعي مرة اخرى ليه يعني بشكل كامل ان شاء الله في الفترة المقبلة. ومجرد تحسن حالة احمد رفعت لاعب نادي فيوتشر ورفع جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب ده انعكس على اكيد لاعبي مودرن فيوتشر واصبح في حالة من الارتياح ورفع طبعا من معنويات بين اللاعبين اللي بيستعدوا لمواجهه قويه امام نادي الزمالك في ربع نهائي الكونفدراليه الافريقيه. وكلنا ان شاء الله عايزين نطمن على احمد رفعت ويرجع الوعي بشكل كامل ان شاء الله في الفتره القادمه. هياخد اكيد بعض الوقت كلنا اكيد بندعي له ان يرجع باذن الله في اقرب وقت ممكن. نطمن الاول على صحته قبل ما نتكلم على الملعب، عايزين نطمن الاول على اللاعب ان شاء الله الفتره القادمه ويكون باذن الله بخير ويقوم بالف سلام. نروح دلوقتي لاخبار البنك الاهلي اللي تمسك مسؤولي البنك الاهلي بعدم رحيل طارق مصطفى المدير الفني للفريق الحالي الى الدوري المغربي. ده طبعا تلقى كابتن طارق اكتر من عرض يعني من انديه الدوري المغربي ومنها نادي الوداد، ورفضت اداره البنك فكره رحيل طارق مصطفى من اجل المحافظه على الاستقرار داخل الفريق في ظل تحسن النتائج طبعا الفريق تحت قياده المدير الفني طارق مصطفى اللي محقق لسه طبعا فوز على النادي الاهلي في مفاجاه وهي الهزيمه الاولى للنادي الاهلي باربع اهداف مقابل ثلاثه، وأدى مباراة رائعة وبيأدي بصراحة مباراة رائعة مع كل الفرق اللي بيتولى طبعا تدريب فريقها، وكان مميز جدا في الدوري المغربي من قلب. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق في الفترة المقبلة، لكن خلاص فريق البنك الأهلي متمسك ببقاء الكابتن طارق مصطفى كمدير فني للفريق في المرحلة القادمة.